لكن المتفق عليه بالأمس كان رسالة واضحة جدا، لن نسمح بإعادة إنتاج نظام مبارك من جديد، لن نسمح بانتكاس مسار الثورة المصرية، وبالتالي لا يجب ولا يفكر أحد في أن يستمر دون إرادة الشعب المصري. طيب. ولذلك اسمحي لي معلش الدكتور حسام أشار إلى أخطاء وإلى الإعلان الـ لا تمام بس أنا بس على عوار فيها متفقين عليه. دكتور حسام حضرتك هيبقى عندك فرصة كاملة، بس هو دكتور حسام عيد سأل ما فيش حاجة مستبعدة يعني، وممكن يبقى كله بالقانون، بس بيقول في فرق إنه ما يبقاش مستبعد وفرق إن يتقبل ولا لأ، أو خطأ ولا صح. حضرتك بتقول لأ في حاجات مستبعدة، وبالتالي انا عايز اعرف في تقديرك ايه السيناريوهات اللي حضرتك شايف انها مستحيل تحصل. حضرتك نحن الان كما قلت في اجواء ثوره مصريه، يعني ليس في مرحله عاديه، وبالتالي الكل اعلن، كل الاطراف اعلنت، المجلس العسكري وغيره من الاطراف انه يحكم وفق الاراده الشعبيه، وانه سيخضع لهذا، ونتيجه مليونيات سابقه اعلن مسار وتوقيتات محددة. أي محاولة لزعزعة هذه التوقيتات أو أي محاولة لإعادة إنتاج النظام السابق، هذه المحاولات محكوم عليها، أنا في وجهة نظري محكوم عليها بالفشل، لأن الشعب المصري لن يسمح.